وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. تحياتي لاهل طنطا جدا المحظوظين فعلا. يعني احنا النهارده جينا محل لادن اهو، مطعم لادن، هنجرب فيه البرجر بتاعهم وهتغدى عندهم النهارده واقول لكم ايه رايي فيه بصراحه. تعالوا بينا. السلام عليكم. جاهزين؟ يلا بينا. ودلوقتي بقى بصوا، انا دخلت وجهزت الحاجه اللي انا عايزاها بنفسي، خدت البيف وخدت التشيكن زي ما اتفقنا ان هو طازه 100% من مزارعهم، لحمه طازه بقري، وكمان الفراخ مش مجمده، فراخ طازه 100%، وهحكي لكم الحكايه دلوقتي وانا شغاله. ويلا بينا، انا جهزت خلاص الطلب بتاعي، خدت البيف وخدت التشيكن ومعاهم كمان اكسترا تشيز، وهيساعدني معاه وليد. يلا بينا. ودلوقتي بقى هنعمل حلقات بصل كمان وصوابع الجبنه، هنحمرهم قرب خلاص ما استوت، هحط بس التشيز على البرجر وبسرعه بسرعه نحمر دول مع بعض. يلا بينا. ودلوقتي خلاص السندوتش خلاص سواه مع كرملة العيش، ويا دوبك هنركبه على بعض. طبعا الصوص عندهم كتير جدا ما شاء الله، هبدا ان انا احط ايه في هنا بيف صوص دوت، ده بنحطه قبل، انا سالتهم طبعا الاول ايه النظام بتاعكم. ايوه هناخد كده، وبعدين هات لي البرجريه بقى معلش، ما بحبش صوص كتير قوي بالمعقول. وفي بقى عندهم الحار، وعندهم مايونيز حار ومايونيز الابيض دوت العادي، فزي ما انتم عايزين بتركبوا كل الصوص اللي انتم عايزينها بالحاجات اللي انتم عايزينها. ايوه حطوا لي كده، انا بحب بقى حاجات طازه، ممكن مخلل نحط شريحتين مخلل. طبعا عايزه اقول لكم ان الوصفه دي اساسها هي بيتي 100%، مامه الاونر بتاعنا او مامه صاحب المكان هي اللي الفت الوصفه اصلا وعملتها، ومن هو بقى من حب بقى في مامته وفي الوصفه بتاعتها بدا ان هو يعمل لنا ايه، يعمل لنا فرع، والفرع ما شاء الله بقوا 3، وان شاء الله يبقوا 30 واكتر ان شاء الله على خير. فطبعا بنحييها جدا جدا، تسلم ايديها مقدمه. خلاص بقى كده، ونحط كمان طماطم. ده هتاكل ازاي ده؟ ده كبير قوي. الله يخليك. ممكن احط بقى، انا بحب الحار ده شويه، نحطه على العيش هنا. شويه بردي، شويه ايه مايونيز بارد كده، ده مايونيز حار ومايونيز بارد. تاني واحد يا كابري اسبوع. الله يعني. تمام؟ بس كده. ودلوقتي بقى هنعمل السندوتش التاني عشان نجربه برده، اقول لكم رايي في الاثنين ايه. انا عملت البيف خلاص، هعمل التشيكن بقى. فهعمل التشيكن طبعا، ده من الحاجات الحلوه جدا المشويه، اللي هي برده اللي عايز يعمل دايت او الكلام ده كله برده حلوه جدا، لان هي من غير دهون ممتازه جدا. انت بقى بتحطي صوصات زي ما انت عايزه. فعندنا برده ده بتاع التشيكن، صوص التشيكن ده برده يا ده كتير ولا ايه؟ معلش بقى زي النهارده. طب هات لي بقى التشيكن بتاعنا، البرجر التشيكن. انا عاملاه دبل عشان استطعم براحتي. ايوه ماشي. برضه هنا هنحط ريحته حلوه جدا على فكره قوي، يعني الدنيا ريحه لذيذه كده بصراحه، يعني طلعت عليا. فتسلم ايد الحاجه بصراحه يعني. هو احلى حاجه في علمكم والحلو هنا ان الحاجه طبيعيه 100%، يعني مفيش حاجه مصنعه، كلها حاجات طبيعيه. فدي بصراحه الميزه. ممكن ناخد شويه، بس هيبقى حامي قوي. انا هحط، مش هحط بقى صوص الحامي. واحده او اتنين كفايه، 3 يا عم بس على كل كل ركن كده واحده. ده واحده ده نوع كده، انت هتولع فينا. هروح هعرف اروح. ناخد بقى نبرده بالخس شويه، كتر الخضار فيها حلوه، طماطم الله يخليك. تمام هدي بقى ايه، لا بلاش الحامي، هات مايونيز بارد بقى. انفع؟ وكده خلصنا سندوتشاتنا، عملنا البرجر اللي بالبيف واللي بالتشيكن. على فكره ريحتهم حلوه قوي ما شاء الله. انا بقى هدوق واقول لكم ايه رايي.
بصوا كمان عندهم ستريبس للكبار وللصغيرين، عندهم وجبات للاطفال، وكمان معاهم هدايا للاطفال اولاد وبنات، هتيجوا تياسوا كل العيله، يلا بينا. وكمان عندهم الحلو خطير جدا، عندهم باباز خفيف قوي ولذيذ، وعندهم كوكيز، وعندهم كمان الايس كريم، وعندهم ميلك تشيك خطير وتحفه جدا، يعني هتاكلوا وتحلوا. على فكره اسعارهم فظيعه، هتاكلوا وتحلوا باقل التكاليف.